قول لي بقى التمثال ده بكام؟ هو حضرتك يعني ده اساسا ب 20 جنيه، بس عشان خاطر عيون حضرتك هخلوه لك يا عم ب 35 جنيه بس. لا انا مش عاوز تخفيض ولا تعمل لي خاطر. انا ما برجعش في كلامي خلاص، يعني انا قلت 40 يعني 70. ايه يا عم انا هشتري تمثال اصلي. بص بقول لك بقى، انت هتقعد تضحك لي، التمثال ده ما فيش منه غير نسختين يا عم، نسخه هنا والتانيه في المتحف. طب بس 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 لا خليه لك، انا هشتريه من المتحف ارخص. طب يلا يا عم الناصح، يلا مش عايزين نبيع، مش عايزين نبيع ولا نشتري ولا ولا ايه دول؟ ايه بتمارس هوايتك في تطفيش الزباين انت يا رمزي؟ يا دولا بقى انت مش شايف يا دولا من الصبح يا عم، ده بقوا مفتحين اول يومين دولت يا دولا. مفتحين ايه؟ اي ياد انت شغلنا الشال ياد. يا دولا بقى ما هم عمالين يا عم يفصلوا على الفاضي والمليانه دولا، وبعدين انت زي ما انت عارف يعني ان انا فاهم وواعي. انا عارف طبعا، منك لله يا رمزي، منك لله. انا مش عارف اعمل ايه بجد، يعني مش عارف اعمل ايه. المهم المعلم ابو جبل بعت طلبيه التماثيل اللي انا طلبتها منه ولا لسه؟ لا يا دولا المعلم ابو جبل ما بعتش حاجه. ما بعتش حاجه لغايه دلوقتي؟ ايه اللي اخره؟ يا نهار ابيض، دي طلبيه العمر، ده انا دافع فيها كل ما املك فلوس كتيره جدا. يمكن يكون مات يا دولا. قوم قوم يلا نقف في الواجب بقى وفي العزا، يلا قوم. نقف في الواجب ايه اللي هنقف فيه؟ انت تتمنى انه يموت؟ تتمنى تخرب بيت انت. طب هتعمل ايه دلوقتي يا دولا؟ هكلمه وانا هفضل قلق نفسي ليه؟ الو ايوه معلمه دبشه، ازيك؟ انا عادل سعيد. الله يسلمك، واخبارك ايه؟ واخبار ابنك صخره ايه؟ وبنتك رمله عامله ايه؟ سقطت في المدرسه؟ مش اشكال مش اشكال. المهم المعلم ابو جبل اخباره ايه؟ ايه اتقبض عليه والطلبيه اتصدرت؟ لا 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 لا، اتصدرت ايه؟ بقول لكم ايه، لازم تتصرفوا. هتتصرفي ازاي يعني؟ ما ايوه ما انا ممكن، بصي انا مش هاسكت، ده انا ارميكي انت وابو جبل ورمله وصخره من فوق الجبل المقطع. انا بقول لك اهو، هتتصرفي ازاي؟ الو الو، رد يا دبشه بدل ما فشفشك. الو ايه يا دوله؟ في ايه يا عم وغشتني؟ معلم ابو جبل يا سيدي طمع وحط تمثال اله الادمان عند قدماء الكولومبيين في وسط طلبيه التماثيل، وده محرم دوليا، اتقبض عليه. يا خبر ابيض يا دوله، مش التمثال ده يا دوله اللي عينيه من تحت كده سودا ودايما سرحان وعصبي؟ يا انا بعت منه تمثالين قبل كده، بس انا ما بحبوش يا دوله التمثال ده. ما بتحبوش ليه؟ سرقك يعني عشان يصرف على ادمانه؟ لا يا دوله، قفشته بيلف ورق برضي. طب سيبك من اله الادمان، انا ممكن اجيب لك اله الرغي عند قدماء الرغيين، ده هايل، بينزل معاه قرصين اسبرين عشان اما تصدع، ايه رايك؟ الله عليك يا دوله يا حبيبي، الله ربنا يخليك ليا يا رب يا دوله. ولا ولا انا مش ناقص غباوه، لا مش ناقص غباوه، كفايه اللي انا فيه، انا دافع فلوس، فلوس كتيره جدا، دافع كل ما املك يا رمزي. طب انت عايز فلوس سلف مني يعني ولا حاجه؟ لا يا سيدي، شايلك لوقت عوزه. المهم بقى الجماعه اللي عندي في البيت مش عايزهم يعرفوا اي حاجه، لان انا وظيفتي كراجل البيت ما حاسسهمش باي مشاكل لغايه ما اشوف هتصرف ازاي. لا اوعى تقلق يا دوله ولا يكون عندك اي خبر يا دوله، ما انت عارفني يعني انا سر وبير. سر وبير. المهم يا رمز، انا مش عايز اي حد يعرف اي حاجه لغايه اما اقف على رجلي واعرف اتصرف في المصيبه السوداء اللي انا فيها دي. عينيا يا دوله. طب يعني لا قدر الله يعني، وباذن الله وان شاء الله يا دوله بدون مقاطعه، لو فشلت يعني ان شاء الله اروح بقى اشوف لي انا شغلانه كده في مصنع في 6 اكتوبر؟ ان شاء الله لو فشلت بتتمنى لي انت الفشل. و6 اكتوبر ايه يا فاشل اللي انت هتروح تشتغل فيها؟ انت تشتغل في 1 اكتوبر، في مايو، في يونيو، 6 اكتوبر. خلاص يا دوله، خلاص يا عم والله مش هسيبك يا دوله، ما تقلقش يعني. طب دلوقتي لو دوله ان شاء الله قفل البازار يعني اروح ابيت فين انا؟ خرب بيت انت بتفكر يا انا بصوت عالي من غير ما اسمع. بس 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 يا رمزي، بص انا مش ناقصك خالص، انا لازم بس، المهم دلوقتي في الفتره اللي جايه دي امسك ايدي شويه بقى. ليه يا دوله؟ تمسك ايدك ليه؟ انت هتعدي الطريق؟ وانت يعني ما بتعدي الطريق بتمسك ايدك؟ ايوه طبعا يا دوله، ما على راي المثل يا دوله اتبع قواعد المرور. المثل بيقول اتبع قواعد ده المثل ده مين اللي قال؟ امك وقالت برضه جنبيه المثل بتاع ممنوع الاتجاه اليمين وممنوع الوقوف صف تاني. ايوه دوله، هي كانت بتقول لي الحاجات دي كلها دوله علشان كانت هي بتخاف عليا وانا معدي الطريق، اصل الجاموسه ولا حمار يخبطني ولا حاجه، وعلشان كمان اكدهون قالت لي بقى ابقى عدي خد لي حد كبير يمسك ايدك يا رمزي عشان خايفه عليك من البهايم يعني. على رايك ممكن تكون جاموسه معديه مثلا كسره اشاره، ولا معزه عامله غرزه، ولا حمار بيامرك. فكرتني يا دوله، انت عارف يا دوله انا مره صحيت من النوم على صوت خبطه
جامده قوي قوي قوي. كانت بقى جاموسه خبطت حمار على الطريق وبقى والحمار اتقلب. حمار اتقلب. واللي قلب الحمار ده بقى صاحب الكنبه اللي قاعد عليها الحمار. كنبه ايه دي يا دوله؟ الكنبه اللي الحمار قاعد عليها بالجزمه يا جزمه. اهلا وسهلا يا ام الخير، والله العظيم منورانا. ده نورك يا حبيبتي، والله كاني قاعده ببيتي. ايه اخبار البلد على حسك يا ام الخير؟ حلوين، مش دخلونا الميه؟ لا يا شيخه والله. اه والله، والنايب حيجيب لنا كمان الكهرباء، بس انا بقى مش مصدقاه. وحضرتك مش مصدقاه ليه يا طنط ام الخير؟ في واحده ست عجله في الدنيا صدق راجل، حتى لو كان عوده في مجلس الشعب. واضح انك متعقده من الرجاله، وهتعقدينا معاكي اكتر ما احنا متعقدين. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامه يا بيبي. الله يسلمك. ايه اخبار الشغل؟ ايه الشغل؟ تمام الحمد لله، كله تمام. ولا يا عادي، انت مش فاكرني يا ولا؟ مش واخد بالي، بس شكلك كده يعني اكيد من شجره العيله، بس من انه فرع بالظبط مش فاكر. دم الخير بنت عم خالك. يا سلام، بنت عم خالي، اذا كنت انا مش فاكر خالي اصلا هفتكر يعني؟ اهلا وسهلا. اخس عليك يا عادي، مش فاكرني؟ ده انت ياما عملتها على حجري يا والي. هو انا عملتها على حجر كل الناس يا ماما؟ انت ما كنتيش بتلبسيني كفوله ولا ايه؟ بيبي مش عايز تتغدى؟ عامله لك النهارده باميه باللحمه بالنعناع. لا مش عايز اكل. ولحمه ايه؟ اللحمه دلوقتي الكيلو بتاعها ب 40 جنيه. طب وانت بقى، ما انت ايه، مش هتاكل ولا ايه؟ ماليش نفس، مش عايز اكل، انا حر. يعني ايه مش عايز تاكل؟ ما انت لسه راجع من الشغل ولازم تاكل. ايه اللي لازم اكل؟ هو تطعيم ولا اكل؟ انت في ايه يا عادل مالك؟ ها، في حاجه مضايقاك من الشغل؟ بالعكس بقى، الشغل زي الفل وبعمل صفقات جامدة جدا. انا الصفقات بترخ على دماغي زي المطر. يا سلام، الصفقات بترخ زي المطر؟ هي صفقات شتوية ولا ايه؟ اجيب لك شمسية بيبي. بصي رانيا، لو سمحتي والنبي، انا مش فايق لهزار خالص، مش وقت هزار خالص. بركاتك يا ام الخير، يا مرحب يا مرحب يا مرحب. افهم من كده بقى ان حضرتك اتغديت بره؟ ولا بره ولا جوه، ومن النهارده مفيش حاجه اسمها اكل من بره خالص، ولا هي صرف وخلاص يعني؟ بصي انا مش فايق، انا هخش اقعد في اوضتي، مش هقعد معاكم هنا في الصاله. سلام. بركاتك يا ام الخير، يا مرحب يا مرحب. بس لو ترضى تدوق الباميه باللحمه بتاعتي هتاكل صوابعك وراها وهتروق على طول. انت عايزه تخلصي من صوابعي وخلاص؟ وبعدين لحمه ايه يعني؟ معقوله ناس كتيره جدا مش لاقيه تاكل لحمه، وحضرتك عايزه تاكلي لحمه كل يوم؟ بقى كده براحتك يا عادل. طبعا براحتي، براحتي طبعا، امال براحه مين يعني؟ بس لو اعرف مالك. مالي؟ هو فين مالي ده؟ ومع كده محدش فيكوا حاسس باي حاجه. طب ايدك بقى على 200 جنيه. ايه 200 جنيه حته واحده ليه؟ عشان سور المدرسه بتاع ياسمين. سور المدرسه هيبنوه من كل طالب يلموا منه 200 جنيه ليه؟ هيبنوا سور الصين العظيم ولا ايه؟ عشان العيال بتنط من على السور والمدرسه عايزه تصلحه. انا ما ادفعش 200 جنيه وفي النهايه العيال ينطوا تاني برضو من على السور. يا سلام، وانا اعمل انا ايه بقى واقول ايه لياسمين؟ ياسمين رانيا، انا عايزك تاخدي بالك من ياسمين الفتره اللي جايه دي وتشوفي كل طلباتها. ليه؟ وانت رحت فين؟ انا ما روحتش، بس مش كل حاجه عليا، انت دورك كأم لازم تمارسيه ولازم تشوفي ياسمين محتاجه ايه لو سمحت يا رانيا. يعني انت مش هجيب الفلوس؟ هو كل حاجه هات هات هات، مفيش مره تقولي لي خد ابدا. خد ادفع 150 جنيه وصل النور. وصل النور ب 150 جنيه ليه؟ ليه حرام عليكو؟ الله، وانا بلاقي الفلوس دي في الارض؟ معقوله؟ ما انتوا طبعا طول النهار وطول الليل عمالين بتتفرجوا على التلفزيون. يعني انت مش عايزنا نتفرج على التلفزيون؟ اتفرجوا على التلفزيون ساعه ساعتين، لكن مش اليوم كله قاعدين كمان قدام قناه الاسره اللي انا مش طايقها دي. يعني انت دلوقتي مش عايز تاكل الباميه باللحمه، وفي نفس الوقت مش هتدفع الفلوس، ومش عايزنا نتفرج على قناه الاسره، ها؟ انا اهم حاجه عندي دلوقتي في الفتره دي يا رانيا ان انت تخلي بالك من ياسمين وتشوفي كل طلباتها. يا حنين، وجاي على نفسك قوي كده ليه يا استاذ عادل؟ ايه، ما حدش عارف نصيبه فين يا رانيا. قلبي معاك يا دناي، مش قلتلك الرجاله ملهمش امان؟ طب والحل ايه دلوقتي؟ كل حاجه وليها حل.
انا مش عارفه ايه اللي جراله، مش عارفه. ما هي دي يا حبيبتي مرحله التحضير للجوازه الجديده. ماشي اوكي، يعني انا هعمل ايه دلوقتي؟ قالي هقول لك على خطه تنفذيها قبل الطوبه ما تقع في المعطوبه. قولي بسرعه يا مامت الخير. اول هام تكبسي على نفسه في المصاريف، وده حقك. اوكي طب واللي بعد كده؟ تاني هام تكبسي عليه في الروحه والجاي، رايح فين وجاي منين، مش سيبي له كده الحبل على الغارب. طب تفتكري حضرتك ده هيجيب نتيجه؟ طبعا. تالت هام تكبسي عليه في الشغل وتشوفيه موجود ولا مش موجود، لا يعمل الشغل حجته. مش قادره اصدق نفسي، ما كانش كده. صدقيني نفذي اللي بقول لك عليه وهتدعيلي. اوكي اوكي ثانك يو يا مامت الخير، بجد حضرتك قلتي لي حاجات كانت غايبه عني. يلا قومي من دلوقتي نفذي اللي قلت لك عليه، وربنا يهدي النفوس، احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله. عندك حق يا مامت الخير، ما بقاش في وقت. ويانا يا انت يا عادل.